هناك أيضا الإتقان في الوضوء بإسباغه وحسنه وإتقانه. فجاء في حديث عثمان رضي الله عنه: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له أو غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. شوف هذا الشرط هذا، يعني بزاف ديال الناس كيقول لك هذا الحديث كذا فيه فضل عظيم، لكنه مشروط بهذا الشرط يعني الثقيل. لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. يعني كنشوف الآن بعض الناس حينما نكون في دورات المياه ونرى بعض الناس يتوضأون، والله لا يحسن الوضوء، كثير منهم كتلقاه غير تيخلط ذاك الماء، كثير منهم كتلقاه كيدير غيرها، كيكون لابس خصوصا في البرد لبساك ويدير غيرها صافي، نصف الذراع لا يصل إلى المرفق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقه، المرفق راه داخل في الوضوء، خاصو التهوي، خاصو التغسل يوصلوا الماء. وقس على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا به لمعة توضأ وحيت كان الرجلين مغبرين وبقات واحد قدر الدرهم، غير واحد شوية بين فيه الغبرة باقي ما قاصوش الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذن إحسان الوضوء هو إسباغه، إتمامه، إكماله، بلوغه إلى أماكن الفرض، يعني الأماكن والأعضاء التي سن لنا أو فرض علينا أن نوصل إليها الماء غسلا أو مسحا، فإننا ينبغي أن نفعل ذلك. وهذا هو الوضوء الحسن، هذا هو الوضوء الحسن الذي يترتب عليه الأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل. أكيد الناس يغتسلوا يوم الجمعة ولكن يمشي يكب عليه الماء، ما هذه قصت هذه ما قصتها، خلي واحد كتف كاع مقيوس واحد كذا، المهم راه هو في الزق ظهره وخرج في حاله، ويظن أنه سينال ذلك الأجر. من اغتسل يوم الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أو دهن أهله، ثم أتى المسجد فلم يلغو. كيش اللغو؟ كيش الكلام؟ يعني هذه الجمعة جلس بجانب رجل ومعه ابنه وهو يحدثه دون يعني انتباه، جلس معه ولده يقول لك دوك يهضر هكاك، ثم يقوم الولد مع أنها معروفة. وطيب هذا الذي يلغو كل جمعة ويذكر تلك الأحاديث في غير موضعها لاستنصاف، ومن لغى فلا جمعة له، طيب الناس يلغون، على الأقل يعني يبين الخطيب ما معنى اللغو ويذكرهم مرة بعد مرة. أما ذلك الحديث الذي يسرد سردا دون وعي لا من القائل ولا من السامع، فهذا لا حاجة له، وليس هو من الأمور المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال: فلم يلغو ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء على المكاره يعني في وقت الكره، يعني وقت في كاين رواية فيها السبرات، السبرات يعني وقت البرد، المكاره يعني وقت الذي تكره النفس أن تلمس الماء، والرجل يسبغ الوضوء، يسبغ أي يتم ذلك، نقول درع سابغ أي يعني مسترسل حتى الأرض. المرأة تلبس جلبابا سابغا يعني من رأسها إلى أخمص قدميها، هذا هو المعنى ديال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فنعم الله عز وجل تامة على العباد. إذن إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد الحديث. من الأمور التي يطلب فيها الإتقان أيضا هو الصلاة، فربنا عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة ولم يأمرنا فقط بأدائها. كثير من الناس يؤدون الصلاة ولا يقيمونها، كأدي الصلاة يعني هو ماشي تارك الصلاة ولكن لا يقيم الصلاة، وقد أمرنا بإقامتها. وإقامتها هي معرفة صفتها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، خصنا نتعلموا، هذه راه من أوجب الواجبات. راه قبل أن تتعلم بعض يعني الفروع في الدين يجب أن تتعلم ما لا يصح
يعني شأن عبادتك إلا به، وهو قضية الصلاة. الصلاة مفروضة عليك، الصلاة مفروضة عليك، فيجب أن تتعلم صفتها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سوى ظهره، أرنا غير هذا المثال، هذا يكفينا، سوى ظهره. يقول الصحابي حتى إنه لو صب عليه الماء لاستقر. وتصوروا معي هذه الصورة، هذه شوف الركوع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم، لو صب عليه الماء لاستقر، ما يمشيش الماء جهة راسه ولا يمشي جهة يعني رجليه، يستقر يعني ما كاينش هذاك الميلان، يعني لا يصوب رأسه ولا يقنعه، ما كينزلش بزاف وما كيبقاش، كاين اللي غير كيدير راسه شويه هكا. الركوع ديال المترفين ديال اصحاب الاموال واصحاب الوجاهه، يلا كيدير هكا واحد الرويه شويه هكا. وكاين الناس عاوتاني اللي كيركعوا حتى يعني تقربوا جبهتهم الى الارض، وكلا الامرين خطا. فركوع النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي فيه ظهره، سجوده صلى الله عليه وسلم كان يضع جبهته وانفه على الارض. شحال من واحد كيوضع الجبهه ديالو على الارض وكيخلي الانف ديالو معلق، كيدير غير هنايا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول امرت ان اسجد على سبعه اراب، سبعه ديال الاعضاء، يعني القدمين، اطراف الاصابع ديال القدمين، والركبتين، والكفين، والوجه، واشار الى جبهته وانفه. اذا كتوضع الجبهه ديالك والانف ديالك على الارض، هذا من اقامه الصلاه. والله عز وجل لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، وهذا يعني أشد يعني الأركان التي يخل بها كثير من العامة. كثير من العامة يخلون بهذا، كتلقاه يالله كيقول سمع الله لمن حمده الله أكبر. والله بعض الناس لا يكاد يذكر شيئا، كتلقاه ديك التكبير وديك سمع الله يعني غير غادي في الطريق، ولكن لا يستقيم، ما كيوقفش كاع، كيدير هكا ويخرج كرشو ويرجع ويطيح. هذا ليس ركوعا وليس قياما. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم، وحتى يقول الصحابة لعله وهم، لعله نسي هذا القيام، هذا اللي فيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. كان كيوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرجع كل عظم إلى مفصله وكيوقف فيه. كاين بزاف الناس مالو مباشره سمع الله لمن حمده الله اكبر، وكذلك بين السجدتين شحال من واحد يلاه كيرفع راسه هكا ويرجع. هذه صلاه لا تغني عن صاحبها شيئا. ولذلك حذيفه رضي الله عنه راى رجلا يصلي صلاه ينقر فيها، فقال له منذ كم انت تصلي هذه الصلاه؟ قال منذ 40 سنه. قال لو مت على هذا لمت على غير الفطره، لو مت على هذا شي لبقيتي كتصلي هذه الصلاه حتى يجيك ملك الموت، غادي تموت على غير الفطره، كانك ما صليت. ودابا حنا ما كنهضروش دابا مع اللي تارك الصلاه ومجتري على الله، نتكلم مع المسلمين اهل الخير الذين يحبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقصرون في تعلم هذه العباده. ولم ارى في العالمين نقصا كنقص القادرين على التمام. ارى انتم يعني قادرين باش تكملوا، ولم أرى في العالمين نقصا كنقص القادرين على التمام. انتم قادرين باش تكملوا، قادرين باش عندكم واحد شي حاجه خفيفه وتكملوا. انت غادي كتفيق كتوضى وتوضى مزيان، كتصلي صلاه مزيانه، تذهب الى الجماعه ولا تصف مع الناس. هذه امور اتعجب لها حينما انظر الى الناس كيمشيو للجامع وكل واحد كيصلي في ساريه، المسلمين دايرين الصف وهو كيرجع بوحدو كيصلي. لماذا تأتي المسجد إذن؟ لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. استقبل صلاة عود صلاتك عودة فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. وشحال من واحد هو كيصلي حدا الباب باش رجع ما باش يسلم الإمام ويجريه، ليش جاي ليش؟ إذا أتيت المسجد فصف. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك صف مع صاحبك، سدوا الخلل، سووا صفوفكم، أقيموها، لينوا بأيدي إخوانكم. راه ماشي هادشي عبادات، راه هادي من أقوم الأمور ومن أحسن العبادات، يجب أن تقام على السنة. حتى تسوية الصفوف يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
عرفت شنو من إقامة، يعني من جملة إقامة الصلاة التي أمر بها العباد. الله قال وأقيموا الصلاة، إذا صليتم فما أقمتم الصلاة، إلى غير كتصلي راه ما أقمتش الصلاة، والله أمرك بإقامة الصلاة، الذين يقيمون الصلاة والمقيم الصلاة. إذا الإقامة هي الإتقان والإحسان والإحكام لهذه الصفة، فينبغي أن نتعلم هذا بارك الله فيكم. عن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن. وما أعظم هذا الحديث، كتخبر على باش شوفوا الناس دابا الآن كيهتموا يعني بالكم، شحال صلى، لا كيفاش صلى أحسن. يعني والله لو صلى الإنسان في وتره بثلاث ركعات أو بخمس والله هو خير بمن يصلي، خير ممن يصلي بإحدى وعشرين ركعة، ولكن ينقرها كنقر الغراب الدم لا يستفيد منها شيئا. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة، ما كيزيد ما كيفوتش حدى ركعة. هذا الهدي دياله التي تنقله عائشة رضي الله عنها، وهي أعلم الناس بقيامه صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بليله وما كان يقوم به من عبادة في بيته. كتقول لك فلا تسل عن حسنهن وطولهن. احنا دابا الى صلى العشاء ربما يصلي امام الناس شي صلاه ويحاول يرد ليها البال، ولكن اذا كان بوحده في جو في الليل يعني ما يجعل البركه. السلام عليكم. السلام عليكم. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كيصلي ويخشع ويترسل في القراءه، واذا مر بايه فيها رحمه سال الله من فضله، واذا مر بايه فيها ذكر العذاب استعاذ بالله من ذلك. شوف يعني ماشي غير دايز، عبادة من أجل العبادات، العبد قائم بين يدي ربي عز وجل، فينبغي أن يتقن هذه العبادة، ينبغي أن يحسن هذه العبادة. إذن كتقول فلا تسل عن حسنهن وطولهن. يقول وهيب بن الورد رحمه الله لا يكون هم أحدكم في كثرة العمل، وليكن همه في إحكامه وتحسينه، في إحكامه وتحسينه. وهد الصلاة ايش قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته. وتصور الإنسان كيصلي وكيقول بأنه راه الأجر كامل، هو مسكين يالله خذ 10% ديال الأجر، 10% ديال الأجر، هو ديك 90% فين مشات؟ مشات مع التشويش، مشات مع النقص، مشات مع البعد عن تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الناس يتفاوتون في صلاة بحسب تعلمهم وحسب تطبيقهم لصفة الصلاة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي الاجتهاد في ذلك بارك الله فيكم.